بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد بئس ما اشتروا به أنفسهم. يهود شروا الحق بالباطل. يهود إذا الآية نزلت في اليهود يعني شروا الحق باعوا الحق بالباطل. وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن يبينوا يعني لم يبينوه يعني. قال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول باعوا به أنفسهم يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه. عدلوا إلى الكفر عن التصديق عدلوا إلى الكفر عن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم ومواذرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية. الكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أي أن الله جعله من غيرهم حسدا. أن الله جعل النبي من غير بني إسرائيل. كانوا يريدون أن يكون النبي من بني إسرائيل وما كانوا مؤهلين لذلك في الحقيقة بل كانوا أخبث الناس بدليل كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان عندهم كبر وغرور وعجب بالنفس وما آمن منهم إلا القليل. فما كانوا مهيئين لأن ينزل فيهم أو يبعث فيهم النبي وأن ينزل فيهم الكتاب. وقد قتلوا قبل ذلك أنبياء وكذبوا آخرين. وجعل الله عز وجل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من آياته ومن معجزاته الظاهرة نقلهم به صلى الله عليه وسلم من الضلال المبين الذي كانوا فيه ومن الجهل التام. أمة كانت محطمة من كل جوانب نقلهم الله عز وجل به إلى أرفع المنازل وإلى أحسن الأخلاق أحسن الاعتقادات أحسن العبادات أحسن الأعمال. ولا تزال آثار هذه الأمة بفضل الله على العالم آثار ظاهرة. حضارتهم أعظم حضارة. عندما فتحوا البلاد ما ساموا أهلها سوء العذاب بل أحسنوا إلى كل من فتحوا بلادهم. وبالتالي فكان يعني احتلال المسلمين لبلاد الكفار رحمة في العالم كله. ونريد أن نقارن فلينظر إلى ما فعله الغرب إن احتل بلاد الشرق والغرب والجنوب وكيف أذاقوا الناس ألوان العذاب لأجل حطام الدنيا الثانية. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أمته حال الأمة كيف كانوا في الضلال المبين ثم صاروا يتلون آيات الله عز وجل والحكمة وتزكوا أعظم التزكية وزكت نفوسهم وقلوبهم. فاليهود يحسدون وإلى يومنا هذا لا زالوا يحسدون المسلمين حتى توجد الشبهات التي ينشرونها. يعني كيف أن لماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولا يبعث من غيرهم. هذا من الحسد. هم لا يعني رغم حال المسلمين الشديد والكرب الشديد الذي فيه من الضعف والهوان إلا أنهم يحسدون المسلمين على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحسد كفروا. ونعوذ بالله. سبحان الله. نعم. قال فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس الغضب على الغضب
فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله إليهم. قلت ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. باء بمعنى رجع، رجعوا من صفقتهم التي باءوا اشتروا به أنفسهم، يعني باءوا أنفسهم ورجعوا بصفقة خاسرة، فباءوا بغضب، حصلوا على غضب، استحقوا غضب غضبا. قال أبو العلية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. هذا من أحسن الكلام، فإنهم كفروا برسولين من أولي العزم من الرسل متتابعين، وكفروا بكتابين بزعمهم أنهم يؤمنون بالتوراة وموسى، فكفروا بالكل. فاليهود أهل غضب، ولذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم، وهذه الآية توضح ذلك. فأهل الغضب الأمة الغضية أمة اليهود، لأجل أنهم يعلمون الحق وينكرونه. وعن عكرمة وقتادة مثله في كلام أبي العلية أنه غضب بسبب كفرهم بعيسى، ثم غضب ثاني بكفرهم بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال السدي وأما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس مثله. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن كل ما سبق من جرائمهم هو سبب، هو الغضب الأول، من أول عبادة العجل إلى الكفر بالمسيح صلى الله عليه وسلم. والكفر والمسيح أنسب، لأن الباقين من المخاطبين كانوا قد كفروا بالمسيح صلى الله عليه وسلم، فأما الذين عبدوا العجل فأوقب من أوقب منهم وثاب الله على من ثاب منهم، لكن كان لا شك أن ذلك قد وقع عليهم غضب، كما قال عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ومن رضي بعبادة غير الله عز وجل ممن تأخر، وممن شابه الذين عبدوا العجل، ممن عبد الطاغوت الذي هو شر من العجل، فهذا أو هو مثل عبادة العجل، فهؤلاء ممن باءوا بغضب على غضب، لأنهم طالما شابهوا السابقين منهم في عبادة غير الله وفعلوا مثلهم استحقوا نفس عقابهم. ومن رضي بمعصية إنسان كان عاصيا بهذا الرضا، وله نصيب من العقوبة بقدر ما شابه الذي عصى، وربما زاد عليه بكون معصيته أغلظ. وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. وللكافرين عذاب مهين، فلما كان كبرهم هو السبب أغمروا بعكس القصد، بنقيض القصد، فأهينوا، حكم عليهم بالإهانة شرعا لأن تفرض عليهم الجزية وهم صاغرون. وهم كذلك في التاريخ كله إلا هذه المرحلة نحن بصددها، فهي فترة مستثناة تماثلها فترة ظهور الدجال، أعني لأن الدجال يظهر ملك اليهود، فهي فترات مستثناة وديدة، فترات ظهور اليهود فترات وديدة مستثناة من القاعدة الأصلية، وهي أن الهوان والصغار مضروب عليهم. ولذلك يستبشر أهل الإسلام بإذن الله بقرب زوال ملك اليهود، وكلما ازدادوا بغيا وحسدا وتكبرا. وسبحان الله، يعني كبر اليهود ظاهر جدا، يعني من أوضح الأمور من أمراض النفوس كبر اليهود، ف كلما ازدادوا تكبرا كلما ازداد نصيبه من الهوان بإذن الله وقرب، والله المستعان. يقول كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصور.
أكيد بقى يعلوهم الناس طبعا كل شيء يعني الأولى يعني سوف يطؤهم كل شيء يحشرون في أمثال الذرع زي النملة ولكن في شكل الإنسان يعني المتكبر ده هيصغر تصغيرا إيه حقيقيا هيبعث في حجم النملة وشكله شكل الإنسان من أجل الكبر كل شيء يطوه كل حد يدوسه حتى لما تلاقي السلطات ده ممكن يعدي على إيه على النملة اللي على قد النملة فيطؤوه كل شيء والعياذ بالله يعلوهم كل شيء من الصغار أي بسبب الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة القبال وطارة أهل النار والحديث حديث الحسن صححه غير واحد ولن يموت يظلون على تلك الحال بلا موت بل يظلون في هذا الذل والصغار أبد الآبدين يحشر المتكبرون يوم القيامة طبعا المتكبرون الكفار منهم والمتكبرون من أهل الإسلام إن بقيت معهم بقية من الدين يعاقبون هذا العقاب أيضا وإن كان يخرجون في نهاية الأمر من النار قال حتى يدخلوا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار يعلوهم كل شيء من أي بسبب الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يعني أشد نار تكون فوقهم يسقون من طينة الخبال لأن من شرب منها حصل له خبل حصل له اضطراب في العقل ما هي طينة الخبال هي عصارة أهل النار عصارة أهل النار التي تسيل من جروحهم وصديدهم فكل متكبر له نصيب من هذا الوعيد نعوذ بالله واليهود ومن وافقهم وشابههم من المشركين ومن عاونهم على ذلك كالمتكبرين من النصارى في زماننا وغيره من الأزمنة لهم نصيب من هذا كله نعوذ بالله من النار وكذا المنافقون الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويتكبرون على شرع الله فلا بد أن ينالهم هذا العذاب المهين نعوذ بالله من ذلك قل قولي هذا واستغفر الله العظيم.